الاهلي في الحصول على النتيجه الايجابيه في هذا اللقاء، خصوصا يعني طبعا النادي الاهلي هو حامل اللقب، وفي نفس الوقت يمكن السنه اللي فاتت الذكريات الجميله في انك تكسب بره وجوه متواجده عند النادي الاهلي ان شاء الله يحققها من خلال هذا اللقاء. كابتن احمد، فرص النادي الاهلي للتاهل للمباراه النهائيه من خلال ماتش صعب امام الترجي، سواء بقى في الترجي في تونس او هنا حتى في القاهره. والله يا كابتن بص، هو الماتش الاولاني طبعا مهم جدا، هو ده اللي هيبقى فيصل او هو اللي هيدي النتيجه الاقوى او الاحسن للنادي الاهلي، الماتش اللي هناك. لان الماتش هناك لو طلعت بنتيجه سلبيه بيبقى صعب جدا الضغوط عليك في القاهره، وفرقه الترجي فرقه من الفرق الرخمه، بتعرف تقف في الملعب كويس وبتعرف تشتغل تكتيكيا كويس، تقدر تموت لك الماتش. فانت لازم تطلع بنتيجه ايجابيه هناك، تعادل بقى مكسب، اهم حاجه ما تخسرش بعدد كبير من، يعني مثلا مش 2-0 الكلام ده، كل 1-0 في الاخر، انت لو خسرت ده شويه ضغط عليك. فانت حاول يعني، اعتقد موسيماني هيشتغل هناك على ان هو يطلع بالتعادل او يجيب جول مثلا، كره ثابته، كره مرتده، الكلام ده كله يبدا يشتغل الحته دي. فانت في الاخر مفتاح الماتش بتاع النادي الاهلي ماتش الترجي ده هو الماتش اللي هناك، لو عرفت تطلع بنتيجه كويسه وايجابيه اعتقد الاهلي هيعدي. نتمنى طبعا ذلك. طيب الغيابات اللي موجوده سواء هاني او قفشه ممكن تاثر على الفريق في التشكيله، في طريقه اللعب؟ قريته امبارح ان هو هيبقى جاهز ماتش الترجي. بس هي النقطه في ايه؟ هو جاهز. انت عارف الاصابه اللي زي كده ده طبيعي، والاصابه كمان ممكن تخلي، انا لو مدير فني محتاج اللاعب يبقى في الماتش الثاني يقول لك مش هديله الماتش بالكامل الماتش الاولاني، او ممكن ما اشركوش اصلا. بص يا كابتن، دي غلطه النادي الاهلي مع احترامي يعني، في لان في الاخر قفشه اللعيب الوحيد اللي ما بيريحش او ما بيبقاش ما بيتغيرش في الملعب. انت في اللعيب رقم 10 ده، انا ما كل الانديه الكبيره زي واحد زي النادي الاهلي عن 30 لعيب المفروض هم احسن من بعض، لازم احط بديل لقفشه. مين بديل قفشه؟ حتى الان كان المفروض نصر ماهر، بس هو بيلعب نصر ما بيشاركش اصلا. فانا في الاخر مع ضغط الماتشات اللي كان الاهلي موجود فيه، وده انا اتكلمت فيه كتير، ان القفشه الوحيد اللي ما بيغيرش هو عمر السوليه. وبقى محور اداء يعني بالظبط، دي بقى المشكله الكبرى. اللي انت في الاخر لما بتلاقي موجود لعيب ولعيب كويس وهو محور الاداء بتاعك، ورتم الماتش معاه بيعلي رتم امتى ويوطي رتم امتى، واداء الاهلي بيبقى متحسن او كويس لما يكون قفشه كويس، ولما يكون قفشه وحش الاهلي بينزل. دي المشكله لما يغيب لعيب ولعيب مؤثر زي ده. فانت لما تيجي لعيب زي ده يغيب، بتيجي بقى تعمل ايه؟ مره موسيماني قال لك اغير خطه اللعب، طريقه اللعب بتاعتي، العب 4 3، ممكن العب 4 3 3، ممكن مش عارف احط مين، ممكن مثلا يحط عمرو السوليه مثلا في الحته دي. فالاخر انت لازم كنت يعني تجهز له بديل ان هو يكون موجود. قفشه مش موجود، السوليه مش موجود، اليو ديانج مش موجود، علي معلول مش موجود، كل الكلام ده كله. انت عشان كده عندك قائمه 30 لعيب، والاهلي والزمالك غير اي نادي تاني، عندك الفلوس تقدر تشتري، بتجيب لعيبه كواليتي كويس جدا 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 مع تطوير المدرب للعيبه. ودي نقطه مهمه جدا، لازم اللعيب اما بتكون مثلا اللعيبه بتلعب باستمرار، مثلا 15 لعيب بيلعب باستمرار، لازم 15 لعيب التانيين يكونوا بيتطوروا ويكونوا قريبين جدا جدا من اللي موجودين في الملعب، عشان انت لما تيجي حاجه زي دي تتشال تبدا تقول غير طريقه اللعب. طب لاعب ناصر ماهر اللي اصلا ما بيلعبش بقاله فتره كبيره جدا، خلي بالك عشان يوصل للمرحله دي قعد فتره بيلعب، ما هو بس موجود في الملعب باستمرار. هو ده بتكلم فيه. انا ما ينفعش انا لعيب احطه كل 3 ايام ماتش العبه نفس كل 3 ايام ماتش العب نفس اللعيب نفس اللعيب نفس اللعيب، هيتصاب. ده طبيعي جدا، هيتصاب اصابه عضليه، اصابه جسديه زي اللي حصلت له مثلا، زي الاصابه اللي حصلت له. في الاخر ما ينفعش النادي الاهلي والزمالك يكون عندهم 30 لعيب واقعد العب ده ولاعب ده، هو ده مفيش غيره مفيش غيره مفيش غيره. الاداء نفسه هيقل مع عدم وجود قفشه. قفشه اتشال هتلاقي الاهلي بيبدا يغير طريقه اللعب، يبدا يشوف لعيب تاني مثلا، زي مثلا الناس في وسط الملعب تبدا تلعب تحت فراد يغير طريقه اللعب. فانت في الاخر مطالب ان انت لو قفشه مش موجود الاداء ما يتغيرش ويبقى الشكل كويس. طيب يعني دي مشكله موجود في النادي الاهلي بالنسبه للفتره القادمه، خصوصا مع ضغط المباريات والامور الخاصه بالدوري وافريقيا. ان شاء الله كمان النادي الاهلي لو توصل للنهائي طبعا الامور هتزداد، لان جدول الدوري كمان مضغوط بشكل كبير. هل النادي الاهلي في مباراته القادمه عنده مشاكل اخرى ممكن غير وجود بعض عدم وجود بعض اللاعبين؟ يعني هل في مركز الدفاع قدام فريق بيلعب كرات ثابته جيده؟ لا، انت عندك كمان احسن لعيب عندهم حمد الهوني. الهوني طبعا ده بيلعب هاف ليفت، فانت اوريدي محمد هاني مش موجود. هتلاعب احمد رمضان بيكهام، احمد رمضان بيكهام عنده مشاكل دفاعيه كتير، وطريقه لعب موسيماني ما عندوش اللي هو اللعيب اللي هو الدبل بريس، اللي هو مثلا لما تروح تلعب لو سبت له الحمد الهوني، انا بقول لك من دلوقتي لو سبت له واحد ضد واحد في مساحات هيقتل اي حد، هيقتل اي حد. فعشان تلاعب اللعيبه المهاريه الاقوياء مهاريا لازم تعمل لهم بلوك لوك باللعيب المدافع مثلا الباك رايت، ووراه وراه المساك مع الديفندر اللي قريب منه مع الهاف بتاعه، تعمله بلوك بيخليه يرجع لورا.
لكن انت الحمد لله لعب قدام الزمالك كتير وكان اكتر لعيب مؤثر. صح. هناك ماتش حتى الماتش اللي في قطر كان مؤثر جدا. الماتش اللي كان في الماتشين اللي كانوا في القاهره وفي تونس كان مؤثر جدا. الماتش الاخير اللي كان في تونس كان مؤثر جدا. الماتش اللي كان هنا كان مؤثر جدا. فاللعيب واحد زي حمدي النوري ده لو سبت له مساحه ولعب واحد ضد واحد، وهو الترجي بيشتغل كده يعني، الترجي بيعمل بيشتغل في اماكن معينه وبعد كده يغير يغير الملعب عشان يعمل واحد ضد واحد. فحمدي النوري لو سبت له واحد ضد واحد هيعملها خطوره كبيره جدا جدا. مع محمد هاني كمان اللي هو المفروض اقوى واحد في الحته دي دفاعيا مش موجود. هتحط احمد رمضان بيكهام او اكرم توفيق. بس الاقرب اعتقد احمد رمضان بيكهام. ممكن يفاجئك اللاعب رامي ربيعه. يعني ممكن زي ما لاعب رامي ربيعه في ماتش سان داونز حطوا 6 رقم 6 ممكن يحطوا باك رايت عشان الحته دي بالذات، لان انت ولا انا بقول لك من دلوقتي حمدي النوري لو اتساب واحد ضد واحد هيعمل مشاكل كبيره جدا جدا للنادي الاهلي. انا معاك في دي صح. طيب طيب كل التوفيق ان شاء الله للاهلي ويعدي الماتش الاولاني زي ما انت قلت كده. الماتش ده مهم جدا ويمكن حظ النادي الاهلي ان هو هيلعب بره الاول وبالتالي يقدر يعمل نتيجه ايجابيه ويرجع ان شاء الله. الترجي لسه قايل ان هو عامل معسكر مغلق ويعني اكيد هيبقوا مركزين. اه طبعا.